السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم الفترة الإخبارية من تلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز عناوينها: الملتقى الإقليمي الثاني للمسؤولية الاجتماعية بالخرطوم يكرم رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بوسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة. ندوة اللجنة الوطنية لسجل ذاكرة العالم تستعرض ملفات السلطنة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. دول مجلس التعاون الخليجية تستعرض في السلطنة تقنية النانو والاستفادة منها في مجالات تطبيقات الطاقة. وفي أخبار المحافظات تتابعون: مرض السكري ومخاطر آثاره في محاضرة بولاية القابل. إلى التفاصيل. تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتمنيات جلالته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق بمزيد من التطور والنماء، نقلتها معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جبيل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية خلال استقبال الرئيس السوداني لها في الخرطوم. وجاءت زيارة معالي الشيخة للسودان على هامش فعاليات أعمال الملتقى الإقليمي الثاني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية الذي يحمل شعار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الطريق للتحول إلى عالم أفضل. تحقيقا لمسيرة العمل الاجتماعي والتطوعي بالسلطنة، منحت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة كسفيرة دولية للمسؤولية الاجتماعية. جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الإقليمي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والمقام في العاصمة السودانية الخرطوم. الملتقى الإقليمي الثاني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية والذي استضافته الخرطوم لهذا العام جاء مترجما لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تحت شعار الطريق للتحول إلى عالم أفضل، توج بتكريم السلطنة ممثلة في معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية كسفيرة دولية للمسؤولية الاجتماعية. أفتخر جدا بأني تقليدي اليوم هذا الوسام الرفيع المستوى، الوسام الرئاسي من الدرجة الأولى من الدرجة الممتازة. هذا الوسام هو يعني مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لنا كسفراء دوليين وبالنسبة لي كامرأة عمانية. وصولنا بطبيعة الحال لهذه المرحلة من التكريم تعكس مدى اهتمام حكومة سلطنة عمان وعلى رأسها القيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم واهتماماته بالمسؤولية الاجتماعية. الملتقى وفي إسهامه المباشر لدعم المؤسسات والأفراد الفاعلين كرم عددا من الأكاديميين والباحثين بجائزة الكفاءة العلمية للمسؤولية الاجتماعية تقديرا لجهودهم في إطلاق المبادرات الداعمة للعمل الإنساني والتي عكستها جملة المشاريع التي تم استعراضها والتي استفادت منها شريحة من فئات المجتمع في مختلف بلدان العالم. لا شك أن سلطنة عمان لهم أنشطة كثيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية ولهم أيادي بيضاء في العمل الخيري إضافة إلى كل الأمور الأخرى في المسؤولية الاجتماعية، فلذا الشبكة رأت أن تختار بعض الناس المتميزين في هذا المجال. الحقيقة هذا التكريم وسام فخر لي في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تم تكريمي في مجال الكفاءة العلمية في المسؤولية الاجتماعية، ونتيجة خدمتي الطويلة والمستمرة في خدمة المجتمع. الجلسات العلمية للملتقى استعرضت مبادرات السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية والتي أقرها الاتفاق العالمي لمنظمة الأمم المتحدة ضمن خطته المستدامة على مدى 15 عاما والمتضمنة القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة المناخ.
لا شك أن هذه المبادرات في الحقيقة أولا تربط المؤسسات التي تعمل في هذا المجال مع بعض، إضافة إلى إبراز مفهوم وثقافة المسؤولية المجتمعية. جائزة رجل الدولة في المسؤولية الاجتماعية توج بها لهذا العام فخامة الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير تقديرا لإسهاماته في دعم أنشطة المسؤولية المجتمعية في جمهورية السودان. جاء ذلك خلال استضافة فخامة الرئيس السوداني للسفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية الذين تبادلوا مع فخامته الهدايا التذكارية بهذه المناسبة. إسهام السلطنة في الدفع والنهوض بجوانب المسؤولية المجتمعية على مستوى المؤسسات محليا ودوليا يتوج بجعل السلطنة عضوا فاعلا في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. عبد الله بن عامر الويهي، موفد تلفزيون سلطنة عمان، الخرطوم. تمكنت السلطنة في الفترة الأخيرة من تقديم ملفين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وأنشأت لجنة وطنية لسجل ذاكرة العالم حفاظا لموروثها الثقافي. هذا ما ناقشته ندوة تعريفية بسجل ذاكرة العالم نظمتها وزارة التراث والثقافة تحت رعاية سعادة حبيب بن محمد الريامي أمين عام مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. تتباهى الأمم بتاريخها باعتباره ثروة وطنية قيمتها تفوق بكثير الثروات المادية الأخرى، والسلطنة واحدة من الدول التي تنبهت لأهمية الاعتناء بحفظ وتوثيق تراثها منذ وقت مبكر، فكانت صاحبة سبق وريادة وأصبحت تجربة جديرة بالاستفادة منها. وهنا ندوة تعريفية بسجل ذاكرة العالم حافلة بكل ما هو جديد في مجال صون وحماية التراث الوثائقي. وركزت الندوة على تجربة السلطنة وجهودها في حفظ التراث الوثائقي، واستعرضت بعض المخطوطات والوثائق العمانية النادرة، كما تناولت الطرق العلمية الحديثة المتبعة لحفظ وترميم الوثائق والمخطوطات. قريبا يعني عمان بتقدم مجموعة من الملفات إلى ذاكرة العالم الرقمية أو المكتبة الرقمية العالمية إن شاء الله. توجد بعض الآن المؤسسات العمانية انضمت إلى هذه المكتبة الرقمية. السلطنة لها خبرة طويلة مع منظمة اليونسكو، نجحت في تسجيل 4 مواقع على لائحة التراث العالمي، كذلك نجحت في إدراج 7 عناصر من مفردات التراث غير المادي على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للإنسانية، كذلك نجحت في إدراج 3 شخصيات من الشخصيات المؤثرة العمانية، طبيب راشد بن عميرة في 2013، الإمام نور الدين السالمي في هذه السنة 2015، وكذلك الفيزيائي ابن الذهبي في هذه السنة 2015. ومن أجل الحفاظ على ما تزخر به من مخزون وثائقي أنشأت السلطنة لجنة وطنية لسجل ذاكرة العالم، وتمكنت مؤخرا من تقديم ملفين إلى برنامج سجل ذاكرة العالم باليونسكو، هما وثيقة نظام تقسيم مياه الري في السلطنة فلج الغنتق أنموذجا، والملف الثاني المخطوطة القرآنية لشيخ عبد الله بن بشير الحضرمي الصحاري. تثمن السلطنة عاليا اهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتراث الإنساني، وتأتي هذه الندوة لتحقق توجهات اليونسكو مع تزايد التحديات التي تواجه التراث الوثائقي والفرص الكبيرة لحفظه في ظل التكنولوجيا الحديثة. أحمد بن عبد الله الندابي، مسقط. للتعرف على طرق تدريس وأسس قياس مفاهيم تقنية النانو في دول العالم وتبادل الخبرات العلمية والتربوية في هذا المجال، افتتح المؤتمر الخليجي الثاني للتثقيف بتقنية النانو. وسيناقش المؤتمر إيجاد شراكات بحثية متميزة مع مراكز عالمية متقدمة في مجال هذه التقنية، فيما يشارك في المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا ميلسيت، مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال تقنية النانو. وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور خليفة بن سعيد العزري، باحث تربوي باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في مجال النانو والتكنولوجيا.
في البداية لو نتعرف على النانو، تقنية النانو، ما هي تقنية النانو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر التلفزيون سلطنة عمان على تسليط الضوء لتقنية النانو. وكما تعلمون كلمة تقنية النانو تنقسم إلى قسمين، القسم الأول كلمة التقنية، والتقنية تعني علميا الأساليب المتبعة في عملية التطوير، بينما كلمة النانو هي عبارة عن كلمة غير عربية دخلت عن طريق، هي في الأصل كلمة يونانية تعني الأقزام، ودخلت اللغة الإنجليزية فتعني الأجسام الضئيلة الحجم أو الأجسام الصغيرة جدا، فندمج الكلمتين مع بعض فنحصل على هي التقنية التي تدرس المواد في حجم معين. هذا الحجم هو حجم النانو. فالنانو في فيزيائيا هو مقياس، هذا المقياس يتكون من جزء من المليار جزء من الشيء. فمثلا لو قلنا مليار أو قلنا نانو متر، فيعني أن هذا الحجم يساوي مليار جزء من المتر. فلو كان عندنا مسطرة مترية متر واحد قسمناها إلى مليار جزء متساوي، هذا الجزء يسمى النانو. ممتاز. فالنانو ما السبب الآن العالم يتجه إلى مواد النانو؟ لأن أثبت الآن في العشرين السنة الماضية أن مواد النانو تمتلك خصائص لم تكن معروفة في السابق. فمثلا الذهب، الذهب في الحجوم المعروفة لدينا لونه أصفر، بينما عندما نحوله إلى هذه الحجوم الدقيقة جدا يتحول إلى اللون الأحمر. وثم لو صغرناه زيادة، يعني هي مقاييس عند تقريبا النانو أو المواد أن تمتلك خصائص تقدر من 1 إلى 100 نانو. فالذهب في هذه الخصائص يمتلك، في هذه الحجوم يمتلك خصائص مختلفة لم تكن معروفة في السابق. فهذا الذي دعا دول العالم للتسابق في مجال تقنية النانو. طيب إلى أين وصلت هذه التقنية على مستوى دول المجلس؟ وإذا كان لها استخدامات خليجيا فما هي هذه الاستخدامات؟ نعم، دول المجلس لا شك أنها تتعاون مع بعض البعض في مجال تقنية النانو. وتقنية النانو لها مجالات عديدة جدا، فلابد هي بحر واسع، لابد من دول الخليج أن تركز ماذا تريد من هذه التقنية. فمثلا وقلنا نشوف مثلا احنا السلطنة، معنا سلطنة عمان، عندنا مثلا نقص في المياه في الموارد المائية، فنستطيع هذه التقنية توفر لنا مجالات عديدة في تنقية المياه، بالإضافة أيضا إلى الخلايا الشمسية. تقنيتنا أيضا فتحت مجالات واسعة في مجال استخدام الطاقة الشمسية ورفع كفاءة الخلايا الشمسية إلى مجالات كبيرة لم تكن معروفة من قبل. وعلى حسب علمي يوجد كرسي لتقنية النانو لتنقية مياه البحار. نعم، هذا الكرسي هو كرسي تقنية النانو لتحلية ماء البحار، مدعوم من قبل مجلس البحث العلمي ويوجد في جامعة السلطان قابوس. نعم. طيب تضمين تقنية النانو في المناهج الدراسية، ما الغرض الرئيسي من ذلك؟ نعم، هناك إن صح التعبير هناك فجوة بين المناهج أو ما يدرس الطالب داخل المدرسة وبين ما يوجد في الحياة الواقعية. فهناك الكثير من المنتجات التي توجد في الأسواق، هذه المنتجات تحتوي على مواد النانو. وأيضا فلا بد أن تواكب المناهج التطور الكمي والكيفي للعلوم. هذا المؤتمر يسلط الضوء على كيفية أن نقلل الفجوة بين ما يتعلمه الطالب في المناهج وبين ما يوجد في الحياة الواقعية. وأيضا هناك تخصصات مطروحة من قبل القبول الموحد، هذه التخصصات معنية بتقنية النانو. فالطالب إذا كان لا يمتلك خلفية واسعة عن تقنية النانو قبل المرحلة الجامعية، فمن الصعب جدا أن يواكب التطور بين، أو ستحدث فجوة بين التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي. نعم، إذن الدكتور خليفة بن سعيد العزري باحث تربوي باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. الدفعتان الثالثة والرابعة من القضاة الإداريين وأعضاء الإدعاء العام احتفل المعهد العالي للقضاء بتخريجهما اليوم. رعى حفل التخرج معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.
يشكل المعهد دفعة جديدة من القضاة وأعضاء الادعاء العام والقضاة الإداريين. يحتفل المعهد العالي للقضاء بتخريجهم للعمل في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، وهي الدفعات الثالثة والرابعة من القضاء والأولى من محكمة القضاء الإداري والدفعة الثانية من الادعاء العام. تخصيص معهد عالي للقضاء بهذا معهد مهني ومعهد علمي للمنتسبين سيف القضاء من معاوني ادعاء عام ومن قضاة مساعدين، ما هو إلا تأكيد جلالته بالفعل بأن القضاء هو ركن أساسي من أركان قيام أي دولة عصرية. ويعتبر المعهد العالي للقضاء مركزا للتأهيل القضائي والقانوني وإعداد كفاءات بشرية من خلال عمل عدد من الأساتذة المختصين بتأهيل وتدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام وتأهيلهم علميا وتطبيقيا بأحدث وسائل التقنية الحديثة. المعهد العالي للقضاء يرفد سائر المحاكم بالكوادر القضائية المختلفة، سواء في القضاء العادي أو محكمة القضاء الإداري أو في الإدعاء العام. كخريج من خريجي المعهد العالي للقضاء، طبعا له دور كبير في صقل جميع الجوانب القانونية والقضائية بالنسبة لي دارس القانون أو الشريعة. كما يعمل المعهد على تنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى جمع الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية، وذلك بما يتواكب مع مستجدات التطوير في الجانب التشريعي للارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاء وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام وتدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام والمحامين العمانيين. ذياب بن عبد الله النوفلي، محافظة الداخلية. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. العسل العماني، أصناف متنوعة في سوق العسل العماني الخامس. أهلا بكم من جديد. العلاقات بين السلطنة ودولة قطر بحثها معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مع سعادة السفير علي بن فهد فالح الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة. تم خلال المقابلة تبادل الحديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين السلطنة ودولة قطر وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما بحث معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني مع سعادة السفير صبري مجدي صبري سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى السلطنة العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مجالات التعاون بين البلدين. اعتمد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نظام إدارة الوثائق الخصوصية وجداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها. النظام سيعمل على حفظ وحماية المستندات وتصنيفها وفقا لدرجة أهميتها وخصوصيتها، كما سيستفيد منه الباحثون من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات كون المستندات الموجودة فيه وطنية وتاريخية تتعلق بالمالية العامة والاقتصاد والموازنة والإيرادات النفطية وغيرها.
تم تشكيل لجنة داخلية في هذه الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وتم إعداد هذا النظام، وهو نظام جيد، نظام يساعد على حفظ وحماية المستندات وتصنيفها وفقا لدرجة أهميتها وخصوصيتها، وأيضا يسهل طريقة استرجاع هذه المستندات كلما دعت الحاجة إليها. لا شك أن المجتمع سوف يستفيد، وخاصة الباحثين يعني المؤسسات التعليمية، الجامعات والكليات. هذه مستندات وطنية، هذه مستندات تاريخية عن المالية العامة وعن الاقتصاد وعن الموازنة وعن الموارد بكافة يعني فئاتها، الموارد النفطية وغير النفطية. استعراض 126 برنامجا تدريبيا بمختلف القطاعات الخدمية كانت في صلب مناقشات اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية. كما ناقش الاجتماع تفعيل نشاط التعاون بين السلطنة والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى خطة المعهد للعام القادم في مجالات إدارة البحوث والاستشارات والمعلومات الإدارية، بالإضافة إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة والإعلام. دراسة وضع انتشار الوعل العربي في الجبال المتاخمة لمحمية السرين الطبيعية أبرز بنود مذكرة التعاون التي وقعها مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني مع البنك الوطني العماني. المذكرة ستعمل أيضا على تدريب الكفاءات الوطنية الشابة العاملة في مجال الأبحاث البيئية. عبر الأقمار الاصطناعية يتتبع مكتب حفظ البيئة الحيوانات المهددة بالانقراض في السلطنة، ومن بينها هذا الوعل العربي الذي رصدته الكاميرات الفخية بين سفوح جبال محمية السرين الطبيعية. غرف الإنعاش للحيوانات هنا كما يسميها أخصائي الحياة البرية عمدت على توقيع مذكرة تعاون لدراسة وضع انتشار الوعل العربي بمحمية السرين. الوعل العربي الحمد لله الحين في تزايد في محمية السرين الطبيعية، وهي تمتد 780 كيلومتر مربع بين ولايتي العامرات وولاية دمة والطائين. على مساحة 780 كيلومترا مربعة، مراعٍ طبيعية في محمية السرين يتغذى عليها الوعل العربي، فهي تعد فرصة للدراسة في مجال الأبحاث البيئية، وهو ما ستركز عليه مذكرة التعاون. في إطار سعينا المستمر إلى دعم كافة الأنشطة والمبادرات التي تسهم في حماية البيئة والحياة الفطرية في السلطنة، لقد كان الهدف من هذه المبادرة ترسيخ أسس التعاون بين البيئي المشترك بين البنك الوطني العماني ومكتب حفظ البيئة. رصد للحيوانات التي شارفت على الانقراض، مائدة لمكتب حفظ البيئة للإبقاء على موائل الطبيعة. في قلب العاصمة مسقط توجد محمية الخويرة الطبيعية، فهي تعتبر حجرا للتوازن البيئي في هذه المنطقة، فهي مصدر غذاء للكثير من الحيوانات وبيئة مناسبة لتعشيش الطيور. فارس بن جمع الوهيبي من محمية الخوير الطبيعية مسقط. استمرارا لنهج دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقات، استضافت السلطنة المهرجان المسرحي الرابع لهذه الفئة المجتمعية. المهرجان الخليجي هذا يأتي لإظهار قدرات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة على خشبة المسرح، وافتتح برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط. إنها الرؤية التي يقول عنها عامل الضريح، تجعل العقول لا تفكر بل تؤمن بها دون أن تتحقق وإن كانت سرابا. بهذا المشهد الذي يختزل هذه الفكرة بدأت فعاليات المهرجان المسرحي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المزار عنوان المسرحية هذه. ألم تتأثر؟ كل هذه الروحانيات وكل هذه التجليات ولم تتأثر؟ وهي تحكي طقوس ما يعرف بالزار، والممثلون كانوا من فئة ذوي الإعاقة، لكن إبداعهم في هذا الفن كان يفوق الوصف. جئت أطلب بركاتك. بركات الضريح، بركات الضريح يا سيدتي. المهرجان ذو شقول بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما يبرز اللي يبرز ان الشخص المعاق يعني مثله مثل السوي، ممكن انه يقدم عنده مهارات لابد انه يظهرها، لابد انه يشارك مثل هذه الفعاليات. يعني هذا المهرجان سيؤطر جانب مهم من جوانب الفنون وهو المسرح، وحقيقه نتمنى التوفيق لكل الاشقاء المشاركين في هذا المهرجان. هنا أتيحت الفرصة إذن للأشخاص ذوي الإعاقة لحمل رسالتهم إلى المجتمع والتعبير عن ذاتهم وآمالهم، إلى جانب ما تضيفه أعمالهم المسرحية من إسهام ثقافي في الحراك الاجتماعي بكافة مستوياته وأطيافه. تتمثل رؤية المهرجان في الحرص الدائم بالاهتمام بالمواهب المسرحية الفنية المتعددة لذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجدوا في المسرح خير قناة أو وسيلة للتعبير عن مشاعرهم وما يختلج في وجدانهم من أحاسيس ومشاعر. إن الاختلاف والتنوع الإنساني أمر حتمي في الحياة، وهو مصدر قوة وتجدد المجتمع وتقدمه، وهذا المهرجان يعد فرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية في أعمالهم المسرحية باعتبارهم مواطنين ضمن التنوع الإنساني في الخلق والإبداع والعمل. حملته ولكن من فوق الصميم حديد. ستستمر فعاليات هذا المهرجان لمدة أسبوع كامل على هذا المسرح، وسيختتم في الثاني من شهر يناير القادم. إبراهيم بن سالم الهادي من الكلية التقنية العليا بالخوير بمحافظة مسقط. الاهتمام بصناعة العسل في السلطنة وتوعية المستهلكين بمنتجات العسل والنحل أهم أهداف معرض سوق العسل العماني الخامس. المعرض الذي يستمر لأربعة أيام شارك فيه 40 نحالا من مختلف محافظات السلطنة. تربية مناحل العسل ليست هواية بالنسبة لهؤلاء النحالين فحسب، بل تعد رافدا إضافيا لدخلهم، كما أنها ثروة وطنية مساهمة في الاقتصاد المحلي. من هنا يأتي الاهتمام الحكومي بالأنامل العمانية التي تجمع العسل وتحرص على جودته. هذا عسل السمر اللي هو أجود الأنواع في عمان، وهذا عسل السدر اللي بعد السمر. بلغ أعداد مربي نحل العسل في إحصائيات عام 2014 أكثر من 4100 نحال، بينما وصل عدد الخلايا إلى أكثر من 69,000 خلية، في حين بلغت كميات العسل المنتجة ما يربو من 414,000 كيلوغرام، مقارنة بإنتاج عام 2011 والبالغ بنحو 237 كيلوغرام. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه هؤلاء النحالين في مهنتهم، إلا أن ذلك لم يكن عائقا يمنعهم من المواصلة والاهتمام بهذه المهنة. التحديات التي يواجهها النحال في عمان التسويق، تسويق العسل، والتحديات الثانية الثانوية اللي هي فترة الجفاف في الصيف هي اللي يعاني منها النحال في عمان. قلة الأمطار، بعض آفات اللي تصيب النحل، المزارع اللي ترش بطريقة المبيدات في أوقات ما تناسب النحل. طالب الجهات المختصة برفع منتجات نحل العسل إلى خارج السلطنة بتسويقه، فنحن منتجين متواصلين هذا العمل، والحمد لله رب العالمين. أنا من سنة 95 إلى حد 2016 على مشارف 2016 لازم متواصل في تربية نحل العسل. دعم وتطوير المنتجين وتوعية المستهلكين بمنتجات العسل وتسويقه داخل السلطنة وخارجها هدف تسعى إليه وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال سوق العسل العماني في نسخته الخامسة، فهو فرصة للمستهلك للتعرف على نخبة من النحالين المتميزين ولهواة تربيته. من خلال
الدورات التدريبية والورش العمل التي أقيمت لهؤلاء النحالين. ابتدأنا بتطوير هذه المهنة المباركة التي ابتدأ بها العماني قبل تقريبا 400 سنة. إضافة إلى ذلك أيضا هنالك عندنا برامج طموحة في تطوير الإنتاج وتطوير المنتج والمنتج نفس الشيء من خلال توزيع الفرازات، فرازات العسل ومناضج عسل النحل. التقاء منتجي العسل مع المستهلك والجمهور حتما سيوفر فرصة جيدة لفتح مجال أوسع للمنتجين لتسويق منتجاتهم بطريقة حديثة. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة وننتقل بحضراتكم الآن إلى جولة مع أخبار المحافظة. التوعية بأهمية الوقاية من مرض السكري وتعريف المجتمع بمخاطر هذا المرض وكيفية الحد من انتشاره من أبرز أهداف الاحتفال باليوم العالمي للسكري بمركز صحي وادي نام بولاية القابل. اشتمل الحفل على برامج إرشادية ومعرض توعوي وحملة للتبرع بالدم. وتفاصيل أكثر في التقرير التالي. سليمان ويعقوب أحد المصابين بمرض السكري، إلا أنهما متعايشان مع هذا المرض ويعدان من أكثر المصابين التزاما بالبرنامج العلاجي في مركز وادي نام بولاية القابل. أهم حاجة أني الصباح الفجر أشرب جلاسين ماء ساخن، وهذا يساعدني زين مع الأدوية اللي أخذهن، والحمد لله رب العالمين. الدكتور اللي خبرني بالأكل اللي يعطيني إياه، يعني اللي خبرني بالجدول، هو طبعا الدكتور عطيني الجدول وجزاه الله خير، متساهل معه. النشاط البدني والبرنامج المنتظم في وسائل الوقاية من الإصابة بمرض السكري من أهم الإجراءات التي تحد من انتشار هذا المرض. يوميا فترة الصباح نعمل رياضة بعد صلاة الفجر، وبعض الأحيان المساء يعني بعد العشاء يوميا، والحمد لله يعني السكر مستقر في الحالة هذه. غذائي دوائي هو شعار هذا الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي حمل بين طياته العديد من الفعاليات والمناشط لنشر الوعي بأهمية الوقاية من هذا المرض. الأهداف الفترة القادمة أن احنا نعمل توعية مجتمعية للناس بخصوص مرض السكري، نعرفهم أهمية الرياضة، أهمية إنقاص الوزن، أهمية الغذاء الصحي. طبعا الكلام ده بينعكس على أسلوب الحياة وعلى المعيشة بوجه عام، وعلى التحكم في مرض السكري والتقليل من المضاعفات بوجه عام. المعرض المصاحب لهذا الاحتفال اشتمل على لوحات إرشادية ومنشورات تحمل جملة من المعلومات الصحية المتنوعة. هذه المناصب كثير من الأهمية، وذلك في توعية المواطن عن مرض السكري، والوقاية من مرض السكري لها أهمية كبيرة. نأمل من المواطنين والمشاهدين والمتابعين في الاستفادة من هذه الفعاليات لما لها من أهمية كبيرة. الفحص الدوري والمنتظم ومراجعة الطبيب عند الشعور بأعراض مرض السكري من أهم وسائل الوقاية من حدة هذا المرض، وهنا كان للتوعية دور بارز في تحقيق أهداف هذه الاحتفالية. الحمية الغذائية الصحية ركيزة أساسية في علاج السكري، فاحرص على أن تكون خياراتك صحية، وهو الهدف الذي سعت هذه الفعالية لتحقيقه. أحمد بن محمد المعمري من مركز صحي وادي نام بولاية القابل، محافظة شمال الشرقية. وصل فريق رحلة عبور الربع الخالي تحدي صحراء الربع الخالي، حيث وصلوا إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك في الرحلة التي انطلقت من مدينة صلالة في 10 من ديسمبر الحالي، في إطار الرحلة التي يقومون بها سيرا على الأقدام وعلى ظهور الجمال، والتي سوف تكون نهايتها في مدينة الدوحة بدولة قطر. وصل فريق رحلة عبور الربع الخالي بعد 17 يوما من السير على الأقدام وعلى ظهور الجمال إلى منطقة بركان رقم 3، والتي تبعد 28 كيلومتر عن الشريط الحدودي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية.
فريق الرحلة قرروا الاستغناء عن واحدة من الإبل وإرجاعها إلى مسقط بعد أن واجهتهم صعوبة في التعامل معها. والله الأسباب الناقة ما بطبيعي، ركبناها وعذبتنا عذاب، لا راحت قدام ولا راحت ورا، وبهذلت الركاب كلهن جننا تبن عليني. تم تحديد موقع التخييم في آخر ليلة لفريق الرحلة في أراضي السلطنة. في الصباح أحزم أعضاء الفريق أمتعتهم وتابعوا السير حتى وصولهم إلى الحدود العمانية السعودية. نحن على وشك البدء بأصعب مراحل هذه الرحلة، وأعتقد أن أمامنا حوالي 150 كيلومتر من الكثبان الرملية العالية جدا، ولهذا فإن تقدمنا اليومي سيكون أقل بكثير مما كان عليه سابقا. سيكون الأمر أكثر صعوبة لاضطرارنا للمراوغة ما بين الكثبان الرملية. 380 كيلومترا قطعها فريق الرحلة منذ انطلاقتهم من مدينة صلالة وحتى وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، ويبقى لهم 920 كيلومتر حتى وصولهم إلى مدينة الدوحة بدولة قطر. خطوات قليلة تفصلنا عن المملكة العربية السعودية. أعتقد حققنا جميع الأهداف المنشودة. الفريق اشتغل في أحسن وجه ممكن، كان التعاون موجود، الأسرار موجود، العمل مع موارد محدودة، وكل هذه تتطابق مع نفس الرسائل التي ندربها للشباب العماني في أوتور باوند عمان تحدي. عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية وشيوخ وأهالي نيابتي الحشمان وبيثنة أتوا لتوديع فريق الرحلة بعد أن قدموا لهم كافة التسهيلات أثناء عبورهم هذه النيابات. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في رحلتهم، ونتمنى إن شاء الله أن يوصلوا رحلتهم على الهدف الذي هم أبدوا الرحلة علشانه حتى يوصلوا إن شاء الله إلى أهدافهم المرجوة. انتهت مهمة الرحالة علي المسهلي بوصول الفريق إلى المملكة العربية السعودية. عند هذه النقطة كانت لحظة الوداع. الحمد لله وصلنا اليوم إلى الحدود السعودية، وما قصروا الجماعة، ساعدونا ودلونا بالطريق، وكانت الطريق واضحة الحمد لله، والمسافة طويلة شوية من الحشمان إلى الحدود، وأهم شيء الحمد لله نحن وصلنا بصحة وسلامة والجميع بخير، ونتأمل إن شاء الله نتقابل في قطر إن شاء الله مع الجماعة. وصل فريق رحلة عبور الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، لكن ثمة طريقة طويلة أمامهم حتى وصولهم إلى مدينة الدوحة بدولة قطر، لعل أصعبها هو عبور هذه الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي. محمد بن أحمد سليم المهري من الحدود العمانية السعودية في صحراء الربع الخالي. تعتبر صناعة النماذج مصغرة للسفن من الصناعات الحرفية التي تحتاج إلى دقة ومهارة. أحد المواطنين في ولاية صحم اتخذ من هذه الصناعة هواية له، يجد فيها متعة على الرغم من بساطة الأدوات المستخدمة فيها. في مساحة مجلس بيته وأمام كومة من الأدوات والأخشاب، يجد عبد الله البريكي متعته في ممارسة هوايته المفضلة، هواية حرفة صناعة نماذج السفن وقارب الشاشة. استمد حبها من البيئة البحرية وعمله في السفن وصيد الأسماك. أدوات بسيطة وقطع أخشاب وسعف النخيل تمثل الأدوات الأساسية في حركة فنه الإبداعي بصناعة نماذج السفن، رغم أنه لم يتعلم أسس وقواعد فن الحرفة إلا بالمحاولات والتجارب فقط. أنا هوايتي من يوم صغير بديت أصنع، البداية اللي هي الشاش، وعقب تطورنا للسفن هذا الخشبية. أريد أشارك في معارض داخلية ومعارض خارجية يعني، ولكن ما حصلت للفرصة يعني لحتى الآن يعني. طموح إن الحاجة هذه ما تندثر يعني، يعني يتعلمون منها أولادي، ومثلاً أولاد أخواني يتعلمون منها الشغلة هذه. هذا نموذج لسفينة خشبية انتهى منه في غضون أسبوع، وهذا نموذج آخر لم يستطع إتمامه إلا بعد مضي شهر بسبب ارتباطه بأعمال أخرى، فالوقت له دور في سرعة إتمام العمل، ويحاول أن يعلم أبنائه ومن حوله هذه الحرفة ليغرس فيهم حب المفردات التراثية العمانية الأصيلة. هذا يعني من طلعنا على الدنيا لقينا أهالين يسوون الشاش هذه. هذا تكون من الزور مال السعفة مال النخيل، إنزين تخرسه في الماي. هاي طبعا هي صغيرة مسوينها بالخوص الأخضر، بس إذا تسوي كبيرة تسويها من الخوص اليابس وتخرسه في الماي في البحر لمدة معينة، تقريبا 10 أيام 12 يوم، حتى تقدر
تفتحها بالإبرة تفتحها مشان يدخل الحبل. أرغب بتعلم هذه الهواية وجيت مع عمي ويوم شفته مهتم بهذا الموضوع وقلت له يا عمي علمني شوية من هذا الموضوع، قال لي تعال اجلس وبشوف رغبتك هل أنت عندك دافعية ولا ما عندك دافعية، وجلست معه وعلمني الأساسيات في الموضوع والحمد لله رب العالمين. بادين يعني ما نتقن هالشغلة مثل ما هو تقننها لكن في المجال إن شاء الله. ينظر إلى المستقبل بعين التفاؤل ويتمنى أن يقيم مشروعا خاصا به لبيع نماذج السفن والتحف الفنية الجميلة المستمدة من التراث العماني. حرفة صناعة نماذج السفن وكذلك أيضا قوارب الشاشة قد يراه الأمر طبيعيا وسهلا، لكنه يحتاج إلى مقاسات ودقة في التصنيع. منصور بن ناصر السعدي، محافظة شمال الباطنة. في ختام الفترة الإخبارية هذا تذكير بالعناوين. الملتقى الإقليمي الثاني للمسؤولية الاجتماعية بالخرطوم يكرم رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بوسام الاستحقاق الرئاسي من الدرجة الممتازة. ندوة اللجنة الوطنية لسجل ذاكرة العالم تستعرض ملفات السلطنة المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. دول مجلس التعاون الخليجية تستعرض في السلطنة تقنية النانو والاستفادة منها في مجالات تطبيقات الطاقة. وتابعتم في أخبار المحافظات مرض السكري ومخاطره وأثاره في محاضرة بولاية القابل. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.